فالهرم راجل محترم الدكتور منصور خليل، متعاون تعاون غير عادي، والحالات الخاصة والحالات الأيتام والحالات اللي هي تستدعي. بصراحة بوجه له الشكر برضو من خلال حلقة حضرتك. الراجل متعاون معايا لحد الساعة 4 الفجر امبارح، وأنا معايا حالتين الحمد لله، ربنا يا رب يتم شفاهم على خير. يا رب. فعايز أقول لحضرتك إن المسؤولين التنفيذيين والله متعاونين. وبرضه بعيد تاني كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثقتي في شباب مصر ليس لها حدود. لازم نطلع، احنا شباب عندنا طموح وعندنا إرادة وعندنا تحدي. صحيح. طبعا موضوع الخيالة طبعا.